لحظة غير يا شباب، قبل ابدا الفيديو في صاحب سعود او مثل ما تعرفوه كود قطر مسوي جيف اواي على سكاف كنترولر. السكاف اللي ما تعرفوه هو الايد المخصص لكول اوف ديوتي والعاب الشوتر، وجدا جدا خرافي انتم شايفينه قدامكم. وحاطكم رابط الجيف اواي او رابط الوصف، شيكوا عليه بس انتهي الفيديو، روحوا شاركوا بالجيف اواي. الشروط سهلة جدا وبس، خليكم مع الفيديو. اول ما نزلت بلاك اوف 3 شفت لون الدارك ماتر، جذبني انشديت له. بعدين قلت يا بشار انا ليش لابس سي، والله مو شايف شيء. المهم نكمل. بعدين قلت يا بشار انت لاعب زومبيز، مالك باللون هذا بس للمالتيبلاير. وفجأة سمعت خبر طق على قلب شو طق شوي. المهم سمعت خبر فاجئني، واللي هو ان لون الدارك ماتر راح يجي على الزومبيز. فحطيت براسي وقلت راح اجيبه. وابوي كان يحكي لي من زمان يا بشار تعال على الغرفة. ابوي كان يحكي لي يا بشار لو عندك حلم حق. المهم يا شباب شفت المونتاج البسيط لي شوي. المهم يا شباب هلا راح اطلع معاكم لون السري او لون الدارك ماتر. مثل ما شايفين هلا عندي حاطط من كل سلاح، من كل قائمه اسلحه كلاس واحد، وبطلع الدارك ماتر. فراح اورجيكم باللحظه اللي اجيب فيها الالماسي او الذهبي لهالسلاح، وبعدين يجي لي الدارك ماتر. مثل ما شايفين هلا عندي بالمسدسات الار كي 5 كله علي اني اجيب اللي هو بلاد ثيرس على ما اظن. ما راح اضيع وقت اكثر. الشيفا عندي فيه تحدي واجيبه، السكين عندي فيه تحدي، السنايبر هذا عندي فيه تحدي، والخلاطات عندي الجورجن، والشتجنات عندي الهاي ميكر. الاسلحه الوحيده اللي جبت فيها الدايموند بدون ما هي يعني ما راح اصورها بالفيديو هي الار بي جيات، جبت فيها الالماس خلاص، والسب ماشين جان لانه مطلعهم هذول من زمان، فيعني خلاص ما يمديني احطهم ضمن هالفيديو. فيلا خلينا نبدا الفيديو ونطلع الدارك ماتر. ايوه يلا اثنين يلا ايوه الماسي ما طلع الماسي. المهم اني جبت الالماسي انه طلع الفوز. فخلصنا المسدس. ايوه انتم شايفين هون الجولد وهون الدايموند، خلصنا من المسدس. خلي يا الله اي غشوا الكلاب. شو اسمك حبيبي؟ تعال اتز هذا. والله ريبورت يا كلب، اصبر والله ريبورت، واذبح صاحبك. ايوه خلي صاحبك يجي وانا اذبحها. شوف يا احلى من هيك. شكرا حبيبي، والله حبيبي والله بدك وحش. شكرا. تعال اوكي خلاص. تعال يا بابا. ايوه شو سلاحك؟ شو اسمه هذا؟ اسمه ذا دوسج حاجه زي كذا. اوكي يلا. المهم ذا دو لازم اقتله بسلاحه. يلا 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 بشار يو كان دوت. ايوه هذا هو صح هو هذا هو. يلا يس يلا حد يطلع هون. اوكي وخلصنا الشيبة. دايموند يا معلم. اثنين لونج شوت على الدارك ماتر شباب، واحد ولا اثنين على ما اطلع امازون، واحد لونج شوت على الدارك ماتر. يلا
يلا يلا يلا يلا يلا. على ما اظن عندي سلاح ولا لا؟ خلاص 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 خلاص. دارك ماتر دارك ماتر، طلعنا اللون الدارك ماتر اخيرا اخيرا اخيرا. لازم نرجع نلبس النظاره، لازم نرجع نلبس النظاره هي. ايوه طيب يا شباب، خلينا نشيك خلينا نشيك. انا ما شفتها من الجيم، واحده بحني وخرب كل شيء. الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام. شوف شوف اللون، شوف اللون. خلينا نحطه على خلاط نشوف كيف. وين وين عندنا شيء خلاط؟ ايوه هون مثلا هاد هيك. يا رباح شوف اللون كيف يلمع. ار بي جي ار بي جي، خلينا نشوف على ار بي جي. يا اخي والله شيء جبار، والله شيء جبار، والله شيء جبار. اخيرا اخيرا اخيرا. طيب يا شباب، هي بكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى يكون عجبكم هالمونتاج البسيط طلعنا فيه الدارك ماتر. اتمنى الشباب لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك من المفضلة. وش والله صراحة جدا جدا تعبني اني اضبط الفيديو، كل شوي بطارية الكاميرا تفضى، اروح احطها بالشحن، ارجع اضبط الجاتو مع الكاميرا. انا ما عندي ان الكاميرا منفصلة والجاتو منفصلة، فصعب كثير اني اشبك بيناتهم. فاتمنى الشباب توصلوا هالمقطع 3000 لايك، واكون جد جد شاكر لكم. وخلص فيديوهات الزومبي من اليوم رايح يكون مع اللون الدارك ماتر. فبس كان معكم الشركيال ابو الشركه كي دقيقه، بشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. المهم يلا مع السلامه.